ثم باقي عندها تعلق بالبرصة والريال، باقي عندها علاقة بمن ليس مسلما، باقي عندها علاقة باش باللعب، كيفاش بيعزها الله تعالى؟ قال لي باش تصلي، قلت له لا، قال لي باش مسلمة، قلت له تنديروا كسكسو نهار الجمعة. هاد الظواهر الطبيعية ملي كيجي شي زلزال ولا شي فيضان تيقول لك غضب الطبيعة، والحمد لله اللي قررتي بها كي الطبيعة غضبات، وما داك اللي خلق الطبيعة الله على ما شبغي يدير لك. أبناء المسلمين تيقولوا هذا الكلام دروك، أبناء المسلمين تيقولوا هذا الكلام. أعظم نصرة للمسلمين في مصر النبي صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس في غزة العزة في فلسطين، أعظم نصرة لهم في من لا يجد إلا جهده أن لا يفرط في الدعاء لهم، خاصة في مواطن الاستجابة كالثلث الأخير من الليل وك يعني عند بين الأذان والإقامة. قال صلى الله عليه وسلم: بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد، وأيضا عند نزول المطر، وأيضا عند السفر، وعند الإفطار، وغير ذلك من مواطن استجابة الدعاء. أن ننصر إخواننا بالدعاء، وهو أعظم سلاح المسلم، أعظم سلاح المسلم. أما نصرة المسلمين عموما ورفع الذل عنهم لا يكون إلا بما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، صدقوني قد توافقونني وقد لا تخالفونني، والحمد لله الاختلاف لا يفسد للود قضية، قد نختلف وقد نتفق، ولكل وجهة هو موليها، ونسأل الله أن يكون كلانا على خير. أعظم ما يرفع عن المسلمين الذل في فلسطين وفي إريتريا وفي بورما وفي الصين وفي غيرها وفي الهند، ومما يعانيه المسلمون من ذل ومن تشريد وتقتيل، وما يرفع الذل عن المسلمين عموما لا يكون إلا بالرجوع إلى دين الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم. لفظ سلط يفيد أن الأمر عقاب من الله، سلط إذا هذه الأمور كلها دليل على العناية بالدنيا والبعد عن الآخرة، هذا كلها دليل على الاشتغال بالدنيا واتباع ملذات الدنيا. إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع الربا، واتبعتم أذناب البقر المقصود به هو الحرث، ورضيتم بالزرع دليل على الفلاحة والكسيبة وغير ذلك، وتركتم الجهاد في سبيل الله، وأعظم الجهاد جهاد النفس والهوى والشيطان كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا، وهو ما أصاب المسلمين الآن. من الآن لا يتعامل بالربا إلا القليل؟ من الآن لم يشغل عن الآخرة؟ عمر المبشر بالجنة رضي الله عنه بوب الإمام البخاري في الصحيح باب التناوب في طلب العلم. كان سيدنا عمر تنزل مرة النهار عند النبي صلى الله عليه وسلم، يتسنط ليه النهار كله، وفي العشاء تتلقى مع واحد من الصحابة وتخبره بداكشي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم كله، داكشي اللي دار النبي صلى الله عليه وسلم كله. النهار الآخر تيمشي داك الصحابي ينزل هو عند النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عمر تيمشي بيع ويشري، تيتناوبوا على النبي صلى الله عليه وسلم باش يتعلموا. الآن شكون اللي دروك كتعرفوا هاد الوقيته كاين الماتش، واحد الماتش البارسا والريال ياك، ياك كاين اللي ما جاش، انا عندي ديال تنعرف اناس ما جاوش على هذا الشيء. امه باقي عندها تعلق بالبارسا والريال، باقي عندها علاقه بمن ليس مسلما، باقي عندها علاقه باش باللعب، كيفاش بيعزها الله تعالى؟ يكفي هذا المجلس سواء كنت انا ولا غيري، يكفي ان هذا المجلس اش قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده. بل مثل هذا المجلس قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا، أي في الحديث القدسي، أنه إن لله ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون مجالس الذكر، حتى إذا وجدوا مجلسا قال بعضهم لبعض: ألا هلم ألا هلم، فيصعدون، فإذا انفض المجلس صعدوا إلى رب العزة جل وعلا فيقول سبحانه وتعالى: كيف وجدتم عبادي وهو أعلم، فتقول الملائكة: ربنا وجدناهم يذكرونك.
قال سبحانه وتعالى وهو أعلم وماذا يسألون، فيتقول الملائكة ربنا يسألونك جنتك، فيقول الله جل وعلا وهو أعلم وهل رأوها، فتقول الملائكة ربنا ما رأوها، فيقول جل وعلا وهو أعلم فكيف لو رأوها، فتقول الملائكة ربنا لو رأوها لكانوا أشد طلبا وحرصا عليها، أو كما قال يعني صلى الله عليه وسلم. ثم يقول جل وعلا لملائكته وهو أعلم ومما يستعيذون، فتقول الملائكة ربنا يستعيذونك من نارك، فيقول جل وعلا وهو أعلم وهل رأوها، فتقول الملائكة ربنا ما رأوها، فيقول جل وعلا وهو أعلم فكيف لو رأوها، فتقول الملائكة ربنا لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا وهربا، فيقول سبحانه وتعالى أشهدكم أني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة ربنا إن فلانا ليس منهم إنما جاء لحاجة، مش أسول على فلان، قالوا لي راه مشى للمدرج كذا كذا، كاين واحد من المراكش جاي تيهرول تيبرول عليهم، راه مشى عنده وجدته هو ريح، فيقول اش، فتقول الملائكه ربنا ان فلانا ليس من اصلا، ما جاش هو اصاله للمجلس العلم، فتقول ربنا ان فلانا ليس منهم انما جاء لحاجه، فيقول سبحانه وتعالى هم السعداء لا يشقى جليسهم قوموا مغفورا لكم. غير هذا الفضل بديت تفوتوا على قبل الماتش، كمل كاع الماتش، احنا هذه راه من داكشي تاع الوهم تاع الدنيا، كمل الماتش اش ديتي انت، اش تقدر تفرج في الماتش، اللعبة اللي لعبوا الماتش لعبوه في ساعة ونص، هو تيهضر على داك الماتش سنة ونصف، دوك اللي لعبوه رابحين ومخلصين على الماتش تيلعبوه في ساعة ونص، وهو كاريح نكو عام ونص، هو تيهضر عليه، تيهضر على هذا الماتش، وأمة دايرة هكا، كيفاش بيعز الله، كيفاش ما تكونش مدلولة، ما عندهاش علاقة به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم، شنو هو الشرط؟ حتى ترجعوا إلى دينكم. إلا ما رجعوش للمسلمين لدينهم تعلما، أول حاجة هو يتعلموا دينهم. صدقوني أيها الإخوة والأخوات أن راه كثير من المسلمين لا يعرفوا دينها، أما يمكنش الإنسان يعرف شي حاجة إلا بالعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. أما يمكنش الإنسان مسلم باش ياك ما كي قال واحد صديقي في اوروبا، قال لواحد البنيه صغيره انت مسلمه؟ قالت لي هي مغربيه انت مسلمه؟ قال لها باش تصلي؟ قالت لي لا. قال لها باش مسلمه؟ قالت لي تنديروا كسكسو نهار الجمعه. هذا باش يتسمى الاسلام الكسكسي ولا شي حاجه اخرى؟ يعني واش دوك حنا مسلمين غير تنقولوا لا اله الا الله؟ اكونوا على يقين ايها الاخوه والاخوات، كون كان هذا هو الاسلام، هذا الشيء اللي كنشوفوا دروك في الواقع، مسلم ما تيصليش، مسلم تيدافع على العلاقات الرضائيه وباش يرعى، مسلم وتيقول يعني الخمر تيسميه المشروبات الروحيه، الزينه العلاقات الرضائيه، الربا تيسميها بليزانتيري الفوائد، هادشي راه خبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني ان في اخر الزمان تسمى الامور بغير اسمائها. وقس على ذلك هادشي كله وبنادم تيكريسي تيقبض الرشوه وتيتعامل بالربا، في الاخر تيقول لك مسلم. شتوكو كان هذا هو الاسلام الحقيقي، كونوا على يقين. ابو لهب وابو جهل وميت بن خلاف ودوك الصناديد قريش، كنت هما قالوا واش لا اله الا الله؟ لا اله الا الله، ياك هذا هو الاسلام لا اله الا الله، ويديروها ب 16 كي دايرين المسلمين ديالنا ب 16. واه مسلم تيدير كل شيء تيقول لك مسلم باش، حين سميتك سي محمد ولا باش؟ الناس خصهم يتعلموا دينهم. وانتم ايها الطالبات والطلبه كتعرفوا بان الحرب الان راه حرب فكر، الحروب الان حرب فكر ماشي حرب ديال هادشي. القنابل اللي كتشوف هادشي سهل جدا جدا، هادشي ممكن تكون تحالفات ويزقى كلشي، لكن اخطرها اللي يوميا تيتمارس على المسلمين هو حرب الفكر. استغل جهل المسلمين في بث الشبهات وفي نفث الشبهات الى ابناء المسلمين، ولينا كنلقاو من ابناء المسلمين اللي تيقول لك هو حر في ذاته، يكون شاد جنسيا ولا ما يكونش حر، ولا ما يكونش يعني شاد. لقينا من ابناء المسلمين تيقول لك حنا راه تيدعي لاش تيدعي، قال لك للديانات التوحيديه، تيقول لك شتي اليهود والنصارى والمسلمين بحال الله يجيب الصحه والسلامه، بحال اليمن بحال اليمن الله يجيب الصحه والسلامه. وتلقاش وتلقى من ابناء المسلمين تيقول لك راه سميتو هاد الظواهر الطبيعيه ملي كيجي شي زلزال ولا شي فيضان تيقول لك غضب الطبيعه، والحمد لله اللي قررتي بها كي الطبيعه غضبات، وما داك اللي خلق الطبيعه الله على ما بغا يدير لك.
إيه ولا غضب رجل هذا الطبيعي شو بيوقع؟ وتلقى من أبناء المسلمين تيقول لك راه قال لي راه الشمس راه ذاك الشتاء ماشي الله اللي تنزلها. قال لي شكون تنزلها؟ قال لي راه الشمس كتبخر مات البحر وكيطلع كي تيوقع في المقراج اللي في الدار ولا في الحمام وكيطلع بخار وتيمشي تيتلاقى مع شي منطقة سخونة وكتطيح الشتاء. قال لي هي هكا ماشي الله؟ قال لي لا ماشي الله. دروك عرفتي شحال من مقدمة تجاوز هذا؟ شكون اللي خلق البحر؟ شكون اللي خلق الشمس؟ شكون اللي عطى البحر الماء ديال البحر قابلية التبخر؟ شكون اللي عطى للشمس خاصية تبخير الماء؟ هادشي كل هاد المقدمات تجاوزها وهرف عليها ماشي مشكل. قال لي ماشي الله التين؟ قال لي لا ماشي الله. هادشي الشمس تبخر الماء. قال لي والتبروري ذاك البراد الثلج ذاك التبروري عرفتوا الثلج ذاك مدور. قال لي التبروري ما عاد مازال ما قالوا ليش التبروري كي تيوقع. بقى ساكت اسمحوا لي على هذا الفضل. قال لي قول لي التبروري منين تاي؟ بقى ساكت. قال لي هيك ما تتفتلوا الوالده تما تتفتلوا امك تما. مع الاسف ابناء المسلمين تيقولوا هذا الكلام دروك. ابناء المسلمين تيقولوا هذا الكلام. ابناء المسلمين دروك الا من رحم الله هو اللي كتلقاه تي تلقاه قاعد تيصلي وتلقاه الحمد لله تيحضر وبيستافد. تصور من ابناء المسلمين الان اللي تيقول كلام خاطئ ربما كانوش يقولوه تيجيب لك شي شبهه تيقول لك راه الله قال ولله على الناس حج البيت ولله على الناس ما قالش للمؤمنين. علاش الكفر ما يخليهمش يطوفوا التهم؟ لكن شكون برد على هذه الشبهه؟ الشبهات لا تدفع الا بالعلم. خص المسلمين يقراو خص المسلمين يقراو دينهم. لهذا نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا في فلسطين عموما وفي كل مكان وأن ينصر إخواننا في غزة. نسأل الله تعالى أن يكون لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. نسأل الله تعالى أن يكون لهم وأن لا يكون عليهم وأن ينصرهم وأن لا ينصر عليهم. وأن نسأل الله جل وعلا أن يكتب موتاهم في الشهداء وأن يشفي جرحاهم وأن يتقبل موتاهم من الشهداء. كما نسأله جل في علاه أن يدمر أعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان. أسأل الله تعالى أن يكفينا شر الصهاينة. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا على تقصيرنا يا أرحم الراحمين يا رب. الله يا أيها الأخوات ما سلط علينا هؤلاء إلا بذنوبنا. كان عمر رضي الله عنه يقول إنما نقاتل بإيماننا وأعمالنا. فينا هو العمل الصالح الآن؟ فينا هو الإيمان الحق؟ لذلك أول حاجة حتى ترجعوا إلى دينكم لابد أن تعلموا ديننا وأن تعلموا رجعوا للقرآن رجعوا لكتاب الله ورجعوا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا للسيرة النبوية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي التطبيق العملي لما في القرآن وفي الأحاديث النبوية باش نعرفوا بعد احنا مسلمين نثبتوا إسلامنا ونثبتوا أننا مسلمون. ولكن ندعي الإسلام قلت لكم الشبهة جزيرة في الشباب الآن راه مع الأسف الأمر خطير. علاش؟ لأن الشاب خاوي الوفاض من العلم أي شبهة تلصق فيه. هذا هو واجبنا تجاه إخواننا في غزة. أسأل الله أن يفرج عنهم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.